تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الأرض مقابل الفراغ. منذ قرار مجلس الأمن 242 ومنذ الحديث عن إقامة دولة، مش بس الحديث إنما صدور قرارات أممية بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 في القدس الشرقية وفي الضفة وفي غزة، والصيغة الشهيرة عالميا عنوانها الأرض مقابل السلام، إن ناخد الأرض نقيم عليها الدولة الفلسطينية مقابل السلام مع إسرائيل. إنما هذه الصيغة لم تعتمدها إسرائيل، ظلت تراوغ سنين طويلة جدا ومش موافقة على الأرض مقابل السلام، رغم أن هذه الأرض 22% من الأرض السابقة. وبعد كده حكومة إسرائيل أو حكومات إسرائيل حولت المعادلة، ولا سيما في عهد نتنياهو، إلى السلام مقابل السلام. مفيش أرض، إنما السلام مقابل السلام، مش الأرض مقابل السلام. وهذه الصيغة حاول نتنياهو يفرضها لكن طبعا لم تنجح، لأن في النهاية في شعب فلسطيني مصر على إقامة دولته وعلى التحرر الوطني وعلى الاستقلال. إنما الجديد في حرب 2023 إن حكومة نتنياهو بتتكلم على تهجير قسري وعلى إخلاء غزة وعلى دفع الفلسطينيين للدخول إلى مصر وإخلاء غزة من الفلسطينيين علشان تاخدها إسرائيل. يعني عملية الإفراغ دي كأننا إزاء صيغة جديدة، بدل بقى الأرض مقابل السلام أو السلام مقابل السلام، السلام مقابل الفراغ، مفيش حد أصلا يكون موجود في غزة وده مقابل السلام. للأسف الشديد انحراف كبير جدا عن هدف السلام في المنطقة، انحراف كبير عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية. في هذا الإطار تلاقي معهد أو مركز دراسات في إسرائيل اسمه مسجاف، في هذا المعهد يطلع باحث تافه يكتب بحث أي كلام، أي حد ممكن يقول هذا الهراء، ويقول إن مصر فيها شقق كتيرة فاضية، وإنه كل الفلسطينيين اللي موجودين في غزة 2 مليون وشوية ياخدوا 2 مليون شقة في مصر، وندفع مقابل ده من 5 ل 7 أو 8 مليار دولار تمن هذه الشقق ويعيشوا في مصر، واللي عايز يشتغل بقى في مكان آخر في الخليج يروح هناك ونخلي غزة من الفلسطينيين. ويعتبر هذا الجاهل إن الكلام ده كلام يعني كأنه مشروع أبهرنا بالرؤية بتاعته. أنت متصور إن أي بلد هي مجرد عقارات؟ إن علاقة الإنسان بوطنه هي مجرد شقة لو راحت الشقة دي في بلد تانية خلاص ده بقى وطن؟ طبعا كلام فارغ بيقوله باحث محدود الثقافة، بيتكلم بطريقة استعمارية رخيصة قديمة جدا، ونلاقي إن في ترويج لهذا الأمر كأنه مشروع. ده مش مشروع، ده محض هراء من مركز غير مسؤول، من باحث بيقول كلام فارغ أي حد ممكن يقول هذا الكلام الفارغ، كلام ممكن أي حد يعممه على أي شعب في العالم، نديكوا شقق في بلد تانية وتسيبوا بلدكوا. فكلام غير مسؤول بالمرة، لكن للأسف جرى ترويجه في الآونة الأخيرة. الغرب في حرب غزة 2023 صادم، الإعلام كله نسخة واحدة، أمريكا وأوروبا، التضييق على أي أخبار عن المأساة الدائرة في غزة، قتل الأطفال بطريقة مروعة، قتل النساء، تدمير المنازل. وطبعا بيقول لك احنا بنقول قبلها إخلاء المنزل غير صحيح، الناس قاعدة في بيوتها تلاقي فجأة المنزل اتهد على اللي موجودين جواه، أعداد هائلة من الأطفال والنساء والشيوخ استشهدوا، وعدد كبير من الفلسطينيين، آلاف الفلسطينيين بقوا في عداد الشهداء، وعشرات الآلاف في عداد المصابين والجرحى. فشيء مروع جدا ما يجري في غزة، ومع ذلك الإعلام العالمي أي صوت آخر غير صوت إسرائيل يجري قمع هذا الصوت ومنع هذا الصوت أو تكسير هذا الصوت. وجرى عقاب
صحفيين وإعلاميين وفنانين وكتاب وسياسيين ومواطنين عاديين لمجرد إن هم اتكلموا عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعن ضرورة وقف قتل المدنيين في غزة وحماية الأطفال والنساء. في أصوات بدأت تطلع في الغرب وبعض المسؤولين بدأوا يتكلموا في الغرب، إنما لسه هذه الأصوات قليلة جدا جنب محاولات الإعلام في الغرب، لأن هو لا ينقل أبدا المأساة الإنسانية غير المسبوقة الموجودة في غزة. حكومة إسرائيل بتتكلم على تهجير قسري للفلسطينيين، وقلنا قبل كده إن ده لا يمكن أن يتم، وإن الرئيس السيسي تحدث في أكثر من مرة، إما في خطب الرئيس وكلماته وإما في مؤتمرات صحفية للرئيس السيسي مع زوار أجانب كبار من أوروبا وأمريكا ودول أخرى. قال الرئيس بوضوح: لن نسمح لا بتصفية القضية الفلسطينية ولا بتهجير قسري للفلسطينيين ولا بوطن بديل وبأي منطقة في سيناء، وإن احنا مصرين على إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67، وإنه التهجير والتصفية لن يحدث ولن يتم. وده بالنسبة لمصر خط أحمر، والرئيس كرر في أكثر من مناسبة الموقف المصري من قمة القاهرة للسلام إلى لقاءات ثنائية ولقاءات متعددة. الخطاب الرئاسي بقي قويا وصريحا وحاسما أنه لا بد من إقامة دولة فلسطينية، ولن نسمح بتصفية القضية ولن نسمح بالتهجير على الإطلاق. ما يجري في فلسطين مأساة إنسانية من أكبر المآسي الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، وأنه بيجري الترويج لمقولة جديدة، أو كأنهم يقولون بدلا من الأرض مقابل السلام، أو حتى السلام مقابل السلام، السلام مقابل الفراغ. إنما زي ما قلنا بنكرر، كل احتلال واستعمار في العالم انتهى، وأيضا الاستعمار الأخير والاحتلال الأخير، الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، سينتهي كما انتهى كل احتلال من قبل، وسينتهي كما انتهى كل استعمار من قبل. ومستقبل فلسطين هو مستقبل الكل متأكد منه في العالم العربي والعالم الإسلامي وفي المقدمة فلسطين. مستقبل فلسطين دولة حرة مستقلة. 2، لماذا يعتبر إبراهام لينكولن أعظم رئيس في تاريخ أمريكا؟ إبراهام لينكولن كل ما يحصل استفتاء مين أهم رئيس أو أعظم رئيس في تاريخ أمريكا، بتلاقي شبه إجماع إنه إبراهام لينكولن بيكون الزعيم أو الرئيس رقم واحد أو أعظم رئيس في تاريخ أمريكا. المركز الثاني والثالث باستمرار بين الرئيس جورج واشنطن والرئيس فرانكلين روزفلت. لكن ليه دايما إبراهام لينكولن بيكون في الصدارة؟ مقال للأستاذ محمد المنشاوي اتكلم فيه عن حيثيات اعتبار الأمريكيين إن لينكولن هو أعظم رئيس في تاريخ أمريكا. إبراهام لينكولن حضراتكم هو محامي وسياسي، في البداية كان مش معروف للناس، لكن بدأ ينضم للحزب الجمهوري، بدأ يخطب بعض الخطب الصغيرة متقطعة، فبدأ يتعرف على نطاق ضيق، لكن قرر أنه يترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي سنة 1858 أواسط القرن التاسع عشر. لما ترشح عن الحزب الجمهوري لمقعد في مجلس الشيوخ لولاية إلينوي في سنة 58 خسر، لكن كسب شعبية كبيرة جدا بفضل الخطاب السياسي البليغ والأخلاقي اللي كان يتكلم فيه إبراهام لينكولن. إبراهام لينكولن قال وقتها كلمة شهيرة جدا، إن الأمة المنقسمة على نفسها أو البيت المنقسم على نفسه لا يمكن أن يضمن الثبات، إن أي بيت منقسم ممكن ينهار، ولأن ممكن أمريكا تدخل حرب أهلية. إنما المشروع الرئيسي لإبراهام لينكولن في هذه الخطبة الشهيرة سنة 58
1858 قال: إحنا لازم نكون واضحين تماما وحاسمين، إحنا مع العبودية ولا مع الحرية؟ لأن أمريكا كان فيها ملايين العبيد بشكل قانوني ودستوري في ذلك الوقت. العبودية وتجارة الرق كانت موجودة في أمريكا بشكل رسمي، إن ده سيد ومالك ودول عبيد عنده. فالعبودية زي الأفلام كده القديمة اللي موجودة عندنا كانت بالظبط موجودة في أمريكا، ملايين العبيد في أمريكا. الشخص الذي يوصف بأنه محرر العبيد هو إبراهام لينكولن، هو الذي وقف ضد تجارة العبيد وضد وجود العبيد وضد العبودية، وإلا بد من إلغاء الرق وإلغاء العبودية في أمريكا. لما خسر الانتخابات في الولاية سنة 58، بعد كده نجح لما ترشح لأمريكا كلها رئيسا سنة 1860، وتولى الرئاسة سنة 1861. لكن 1865 تم اغتيال إبراهام لينكولن. اغتيال إبراهام لينكولن خلى الناس كلها اللي كانوا مع القيم والأخلاق وتحرير العبيد في حالة صدمة لاغتيال هذا الزعيم العظيم. إبراهام لينكولن قال إن أنا لو وصلت للرئاسة، الكلام ده قاله سنة 59 60، هو دخل انتخابات 60، فقال أنا هحرر العبيد، هلغي العبودية، هنعمل تعديل في الدستور، التعديل 13 بإلغاء العبودية، وإن لازم كل ولايات أمريكا توافق، وإن لو في أي ولايات رفضت أنا هأقاتل هذه الولايات علشان أفرض الدستور الجديد أو التعديل الدستوري الجديد بإلغاء العبودية. فاللي حصل إن أول ما تم إعلان نجاحه في بعض الولايات في الجنوب انفصلت عن الاتحاد، وبعد شوية مجموعة ولايات في الجنوب انفصلوا عن أمريكا، استقلوا وعملوا حاجة اسمها الولايات الكونفدرالية الأمريكية، مش الولايات المتحدة الأمريكية. الكونفدرالية ديت مع تجارة العبيد ومع بقاء العبيد، وهم اللي بدأوا بالقوات المسلحة تبع هذه الكونفدرالية يهاجموا الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة إبراهام لينكولن. أصر على القتال، ونجح الشمال بزعامة إبراهام لينكولن إنه يهزم الجنوب في الحرب الأهلية الأمريكية التي قتل فيها أكثر من 620 ألف شخص من أجل وحدة أمريكا. أكثر من كام؟ 620 ألف أمريكي قتلوا في هذه الحرب الأهلية. وفرض إبراهام لينكولن إلغاء العبودية على كل أمريكا، واستجابت غصب عنها بقى الولايات المهزومة الكونفدرالية في جنوب أمريكا، وتم إلغاء العبودية. إنما طبعا الوقت كان محتاج لسه، أو هذا الموضوع محتاج وقت طويل علشان أمريكا تصل إلى تحرير كبير أو تام لموضوع العبودية في أمريكا، لأن بعد فترة من كده جه مارتن لوثر كينج داعية الحقوق المدنية الحائز على جائزة نوبل، اللي بذل جهود كبيرة جدا في إطار المساواة في الحقوق بين السود والبيض في أمريكا، وكان عنده الجملة الشهيرة جدا: I have a dream، أنا عندي حلم، حلم إن كل أسود في أمريكا تبقى حقوقه زي كل أبيض في أمريكا. لما جه بعد عقود من ذلك الرئيس باراك أوباما، أول رئيس أسود لأمريكا، قال I am the dream، أنا الحلم اللي كان بيتكلم عنه مارتن لوثر كينج. ونفس نسخة الكتاب المقدس اللي أقسم عليها إبراهام لينكولن أقسم عليها باراك أوباما، لأنه عايز يقول إنه إبراهام لينكولن حرر العبيد، وإنه الجهد اللي عمله مارتن لوثر كينج أدى إلى المساواة، وإن لولا إبراهام لينكولن ما كنتش بقيت رئيس لأمريكا ولا حتى مواطن عنده حقوق في أمريكا، لأنه كان ممكن يكون من في إطار تجارة العبيد اللي موجودة في أمريكا. لهذا السبب بشكل جوهري يعتبر إبراهام لينكولن هو أعظم رئيس في تاريخ أمريكا، لأنه حرر العبيد، ألغى العبودية والرقة تماما، إنما كمان خاض حرب أهلية من غيره كانت أمريكا تنقسم، وانتصر في هذه الحرب الأهلية
وفرض المبادئ على أمريكا، مبادئ إلغاء الرق. في فيلم شهير جدا لسبيلبرج المخرج الأمريكي الشهير عن آخر 6 شهور في حياة إبراهام لينكولن، كان فيلم مهم جدا وأثر كتير في المشاهدين اللي عرفوا التاريخ النضالي لهذا الرجل في إلغاء العبودية في أمريكا. نتوقف إذن عند المحطة الأخيرة في حياة إبراهام لينكولن، اغتيال هذا الزعيم الكبير. كان هو وزوجته داخلين المسرح في واشنطن بيتفرجوا على مسرحية اسمها عمنا الأمريكي. قاعد في الشرفة هو والزوجة، وبعدين الحارس اللي معاه هو حارس يعني سيء السيرة، دايما بيشرب كتير، وبعدين ينام في الطرقات بعد السكر، دايما بيجي متأخر، بينام وقت الخدمة، يعني ملفه سيء جدا. لكن ما تعرفش ايه اللي خلاه يبقى حارس لإبراهام لينكولن. هنا بتخش بقى نظرية ان كان في مؤامرة الحارس ده شارك فيها. الحارس ده ساب الرئيس والسيدة الأولى في الشرفة تراجع المسرحية، وراح يتفرج من ناحية تانية، معرفش يلاقي مكان كويس، نزل إلى أقرب حانة، قعد يشرب هناك مع أصحابه اللي موجودين، نام أساسا، رجع بعد اغتيال إبراهام لينكولن. شخص تاني ممثل بقى يعني غير معروف بشكل كبير عند 26 سنة، الممثل ده جرايح في اتجاه إبراهام لينكولن، فوجئ إن الحارس مش موجود، أطلق الرصاص من مسافة قريبة للغاية، قتل على الفور. لما مات إبراهام لينكولن صدمة، وحتى الحارس ده لما رجع بعد كده وفاق اتفاجئ بموضوع الاغتيال حسب روايته. إنما الغريب في القصة بتاعت اغتيال إبراهام لينكولن إنه هذا الحارس تم اعتقاله شهر ثم الإفراج عنه، ورجع تاني الشرطة واشتغل 3 سنين ونام تاني أثناء العمل، تم فصل سبب النوم أثناء العمل. في أوجه شبه بعض المؤرخين بيتكلموا فيها بين اغتيال إبراهام لينكولن واغتيال جون كينيدي، إن الاتنين وصلوا إلى السلطة سنة 60، ده 1860 فاز في الانتخابات، ده 1960، إبراهام لينكولن 1860، جون كينيدي 1960. أثناء الاغتيال كان إبراهام لينكولن مع السيدة الأولى، وبرضو أثناء الاغتيال كان جون كينيدي مع السيدة الأولى. القاتل لإبراهام لينكولن قتل قبل المحاكمة، والقاتل لجون كينيدي قتل قبل المحاكمة. وإن عائلة إبراهام لينكولن راحت نيويورك بعد الاغتيال، عائلة جون كينيدي راحت نيويورك بعد الاغتيال، وتصادف إن البيتين كانوا جنب بعض في نيويورك. طبعا في ناس بتتكلم على حاجات كتير لكنها غير دقيقة بتبين أوجه الشبه الكبير بين جون كينيدي وإبراهام لينكولن، اللي هما كمان أول 2 رؤساء كاثوليك في تاريخ أمريكا. في تاريخ أمريكا 3 كاثوليك، الرئيس إبراهام لينكولن، الرئيس جون كينيدي، الرئيس جو بايدن. فأغتيل الرئيس إبراهام لينكولن وأغتيل جون كينيدي فيما بعد. إذن لأنه حرر العبيد فإن إبراهام لينكولن يعتبر أعظم زعيم في تاريخ أمريكا. وفاصل ونكمل. ثلاثة، خضر الطوني والملك فاروق وأدولف هتلر. في شارع في مدينة نصر هو شارع خضر الطوني، شارع في اسكندرية شارع خضر الطوني. مين هو خضر الطوني اللي مصر خلدته على شارع في القاهرة وشارع في اسكندرية، وكمان اسمه على شارع في القرية الأولمبية في ميونخ في ألمانيا؟ يعني شوارع في القاهرة وفي اسكندرية وفي ميونخ تحمل اسم خضر الطوني. خضر الطوني حضراتكم هو شخصية رياضية مهمة في تاريخ مصر، كان بطل مصر في حمل الأثقال ثم بطل العالم في حمل الأثقال. من مواليد شبرا، راح بعد كده نادي شبرا وقال يشتغل في حاجات رياضية كده وهو لسه كان صغير جدا، عجبته رياضة حمل الأثقال، بدأ يشيل أثقال، شوية بقى متميز جدا، دخل بطولة الشواربي، كأس الشواربي كسب، القاهرة كلها كسب، مصر كلها كسب. بعد كده سنة 36
كان في الأولمبياد اللي موجودة في ألمانيا بحضور الزعيم النازي أدولف هتلر، وكان في ألماني في مواجهة خضر التوني، وفاز خضر التوني على الألماني. وطبعا وقتها حسب ما يقول اللواء شكري خضر التوني نجل خضر التوني، إن كان فيه طبعا تطرف عرقي موجود في ألمانيا، تفوق العرق الآري، لكن هذا الشاب المصري الصغير قدر ينتصر على الشاب الألماني اللي كان بيواجهه في حمل الأثقال في هذه البطولة العالمية المهمة. وحسب اللواء شكري خضر التوني فإن أدولف هتلر استدعى خضر التوني إلى المنصة وسلم عليه وحياه على إن هو قدر يفوز على منافسيه وياخد هذه البطولة، وقال له كلام يعني فيه مجاملات من نوع إن كنت أتمنى إنك تكون ألماني وإن أعتبر إن ألمانيا بلدك، حسب قول اللواء شكري خضر التوني. خضر التوني كمل بطولات بعد كده وبقى شخصية بارزة جدا في الوسط الرياضي. سنة 51 الملك فاروق كرمه وكمان اداله مكافأة مالية كبيرة جدا 1000 جنيه. بهذه المكافأة راح بنى بيت في حلوان، البيت ده كان قريب من بيت فاتن حمامة وشخصيات كتيرة معروفة. وبعد كده خضر التوني حصل حادث مؤسف أودى بحياته نتيجة صعقة كهربائي في المنزل، كان بيحاول يعمل بعض الإصلاحات، وطبعا كان في ذلك الوقت في سن صغير للغاية وأحد كبار النجوم في مصر والعالم نتيجة فوزه في بطولات محلية وبطولات عالمية. إذن خضر التوني اللي هو طلع من شبرا لنادي شبرا إلى العالمية في ألمانيا، من رئيس النادي إلى مستشار ألمانيا أدولف هتلر، بطولات كبيرة جدا من كأس الشواربي إلى بطولة 36 في ألمانيا 51 في مصر، كان مسيرة مميزة جدا لشاب طموح ناجح جدا مشرف جدا، حصل بطولات ودخل تاريخ رياضة رفع الأثقال كواحد من أعظم 50 في تاريخ تلك الرياضة. هذا الرجل من مصر. شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.